آلاف الجنود من المغرب وتونس والجزائر شاركوا في الحرب العالمية الأولى وقاتلوا جنبا إلى جنب مع فرنسا. لم يبخلوا بشجاعتهم وتميزوا بحسهم القتالي، تاركين بصمة لا يزال يذكرها الفرنسيون حتى اليوم. فكيف انضم المغاربة للقتال حينها؟ في نوفمبر من عام 2014 ظهر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في احتفال بالذكرى المئوية لانطلاق الحرب العالمية الأولى، واستغل الحفل ليحيي الجنود الأفارقة الذين شاركوا فرنسا في الحرب التي لم تكن حربهم في الأساس. وعاد إيمانويل ماكرون بعد ذلك بأربعة أعوام ليحيي هؤلاء الجنود من جديد ويصفهم بالمحررين للأراضي الفرنسية. كل تلك التحيات والتقديرات لم تأتي من عبث، خصوصا أنها تخرج من رؤساء الدول وليس مسؤولون أو محللون. فللأفارقة عموما والمغاربة خصوصا، فضلا على فرنسا في تحرير أراضيها، يجبرها ألا تنساه حتى اليوم، على الرغم من أنها كانت محتلة لأوطانهم. فمن أين بدأت الحكاية؟ في يوليو عام 1914 قرع طبول الحرب العالمية الأولى وانطلقت الدول تحشد جيوشها، وفي ذات الوقت اتجهت فرنسا نحو مستعمراتها لتحشد قوة بشرية هائلة، وذلك في ظل احتلالها لدول المغرب العربي. استدعت فرنسا أكثر من 600 ألف جندي من مستعمراتها، كان نصفهم تقريبا من المغاربة، ليشارك بالحرب 173 ألف جزائري وأكثر من 58 ألف تونسي وما يقارب 45 ألف مغربي. والسبب الأول لارتفاع عدد الجزائريين المشاركين بالحرب كان أن فرنسا قد فرضت الخدمة العسكرية للمحليين في الجزائر. وعقب اندلاع الحرب كثفت من عمليات التجنيد وأرسل جنود جزائريون بسرعة للجبهات. أول مشاركة المغاربة في الحرب كانت في سبتمبر عام 1914، وذلك خلال معركة المرد، حيث زج بهم دون أن يعلموا تفاصيل المنطقة، بالإضافة لعدم تلقيهم لأي تدريبات عسكرية منظمة، ما أدى لتسجيل خسائر فادحة جدا في صفوفهم في مشهد وصفه المؤرخون بالمأساوي. وأجبرت فرنسا على سحبهم من الجبهات ليتلقوا تدريبات سريعة عن المنطقة، بالإضافة لتدريبات على الأسلحة الحديثة التي كانت تملكها فرنسا. وما هي أيام حتى أعيدوا للجبهات ليشاركوا في معارك طاحنة أظهروا فيها شجاعتهم وبسالتهم في القتال. وعن مشاركتهم الكبرى، فقد شارك المغاربة فيما سمي بالسباق نحو البحر، حيث طاردوا الألمان مع الجيش الفرنسي في أواخر عام 1915، ومن ثم شاركوا في أكبر الهجمات الفرنسية في منطقة أرتوا وشامبان، والتي أظهروا فيها قوة كبيرة. وقال بعض الشهود أن المغاربة استخدموا أسلحة متطورة فيها، رغم عدم معرفتهم المسبقة بطريقة عملها. عام 1916 سجل أشهر المعارك في الحرب، وهي معركة شومان دي دام، والتي ترك فيها المغاربة بصمة كبيرة. ومع بدء زحف الألمان نحو باريس عام 1918، كان للرماة المغاربة دورا كبيرا في دعم القوات الفرنسية التي تصدت للهجوم، ومن ثم شاركوا بشكل فعال في الهجمات ضد الألمان والمعارك التي أطلق عليها معارك التحرير، والتي انتهت بتحرير كامل الأراضي الفرنسية في النهاية. سجلت في صفوف المغاربة خسائر فادحة ما بين قتيل وجريح ومفقود، ويقال أن أكثر من 20% منهم تعرضوا للضرر خلال الحرب. فقد خسرت الجزائر أكثر من 35 ألف جندي ما بين قتيل ومفقود، فيما وصلت خسائر تونس لما يفوق 20 ألف جندي. وسجلت المغرب أقل الخسائر ب 12 ألف قتيل ومفقود، وأغلبهم لم يتلقى أي تعويض مقابل ذلك، فيما نجح البعض الآخر بالبقاء في فرنسا والحصول على جنسيتها لاحقا. وبعيدا عن الجبهات، كان للمغاربة مشاركة بارزة في توفير اليد العاملة، حيث التحق الآلاف منهم بالمصانع خلال الحرب. ويقول محللون أن الحرب العالمية الأولى كانت نقطة البداية لانطلاق الهجرة المغاربية نحو فرنسا،
فوفق تقارير رسمية أرسلت دول شمال إفريقيا أكثر من 180 عاملا إلى فرنسا، وذلك للعمل في المصانع التي كانت تصنع مختلف المواد العسكرية وغيرها. ومع نهاية الحرب بقي الكثير منهم أيضا في فرنسا، ومن خلال تلك الهجرة الكبيرة ظهرت أولى الأحياء المغاربية في فرنسا مثل بوغرنال في باريس وفينيسيو في ليون. ورغم الخسائر الكبيرة في صفوفهم ومشاركتهم في حرب قد تكون ليست لهم، بقيت دول المغرب العربي تعيش لسنوات طويلة تحت الاستعمار الفرنسي، وعانت الأمرين من ذلك الاستعمار حتى جاءت حركة الاستقلال لتنهي الاستعمار بشكل كامل. وحتى في الوثائق الخاصة بالحرب العالمية الأولى لم يوجد الكثير من الوثائق عن مشاركة المغاربة، واقتصرت على الأعداد والأضرار وذكر بعض المؤرخين لأماكن المعارك، فيما يكرر الفرنسيون شكرهم لتلك المشاركة ويوضحون مدى أهمية الجنود الذين شاركوا بشكل فعلي في تحرير فرنسا. إلا أن تلك المشاركة بقيت شاهدة على بطولات كبيرة للمغاربة وتغيير كبير في العلاقات والهجرة، بالإضافة للوجود العربي في فرنسا، ولم يتمكن أحد من دفنها أبدا، لتبقى شاهدة على مشاركة لن يمحيها التاريخ.